بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطاهرين. دعوني أبين ذلك من خلال نقاط. النقطة الأولى، كل إنسان يحتاج إلى دستور يلجأ إليه، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى قيم. الله تعالى أعطى للإنسان كل ذلك. الدستور هو القرآن، والقيم نبي زائد إمام، العمل كل التشريعات التي أنزلها الله تعالى، وعلى رأسها الصلاة اللي تشكل علاقة عملية بين العبد وربه. جيد. الطريف أن هذه الصلاة عبر عنها الأثر الديني بأنها عمود الدين، وهذا كل الشباب حافظي، كل الإخوة والأخوات حافظي. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت خو جيد. طبعا لما نبينا يعبر عن الصلاة أنها عمود الدين، هذا التعبير يستبطل لطائف جميلة، منها على سبيل المثال الإنسان بحاجة إلى خيمة. يعني الصلاة لما تكون هي عمود الدين، خو العمود يوضع لأجل الخيمة، فإذا الإنسان بحاجة إلى خيمة تشكل له حصنا حصينا للتخلص من العدو الخارجي. هذا أول أمر نستفيده من هذه المقولة أو هذا الحديث الشريف، أن الصلاة عمود، فلا بد من خيمة نحتمي بها. خو إن ذلك الحصن يبنيه مقيم الصلاة، وهذا العمود لا يقيمه إلا الوحي الإلهي، ولا يستطيع أحد على إيجاده إلا السماء في الواقع. أمر ثالث أو لطيفة ثالثة، إن صلاة كل امرئ هي خيمة وعمود له في الواقع، وبالنتيجة إذا هبت ريح عاصفة فلعلها تعصف بتلك الخيمة الصغيرة. ما هو الحل إذن؟ الحل لابد من الاعتصام بالخيمة الكبيرة ذات العمد القوية، من خلال صلوات الجماعة وصلاة العيدين والحضور في صلاة الجمعة وهلم جرا. يعني كل صلاة لكل إنسان هي عمود دينه وهي خيمته الصغيرة، فإذا اجتمعت الخيام والأعمدة شكلت خيمة كبيرة قوية. ولهذا بصلاة الجماعة تكون القوة أكبر، ولهذا أدعوكم إليها أيها الأحبة. أما حالات المصلين في القرآن الكريم، فهناك من حمدهم الله تعالى اللي يأتون بالصلاة بشكل صحيح، كقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إلى أن يقول إلا المصلين، مورد مدح. وهناك من ذمهم القرآن وهم من أهل الصلاة، وهذا الأمر لعله يثير استغراب الكثير ممن يتابعنا الآن، ولكن سأرفع استغرابه إن شاء الله تعالى. كيف ذم بعضهم؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بل إن القرآن نهى عن الصلاة في بعض المواطن، فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى. أما الذين مدحهم الله تعالى بكل الحالات وهم من المصلين، فهم الذين عبر عنهم بأنهم من مقيمي الصلاة، أهل إقامة الصلاة. هؤلاء مدحهم الله تعالى على كل حال، فقال يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، إلى آخر الآيات. ولهذا نحن نخاطب أئمتنا دائما في زياراتنا لهم، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت. عنوان إقامة الصلاة ممدوح في القرآن دائما، ولهذا أدعو شبابنا وأدعو أخواتي المؤمنات إلى إقامة الصلاة والدوام عليها، فإنها عمود دينكم، وأنها خيمتكم التي تحتمون بها من المخاطر الخارجية وحتى الداخلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.